بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأمين العام السيد هولنجاو، الأعضاء المنتخبين بالاتحاد الدولي للاتصالات، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في مدينة دبي الذكية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأتقدم بالشكر لحكومتي بترشيحي لرئاسة أهم مؤتمر بالاتحاد الدولي للاتصالات، ألا وهو مؤتمر المندوبين المفوضين في دورته العشرين. كما وأتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الأمين العام ولكم جميعاً الدول الأعضاء بالاتحاد على ثقتكم لي في رئاسة هذا المؤتمر، والذي سيتطرق لكثير من المواضيع التي تهم كل فرد في عالم أصبح اليوم أكثر اعتماداً على قطاع الاتصالات من أي وقت مضى. وأتطلع إلى أن تكون هذه الدورة دورة الإنجازات السريعة، وهذا يتطلب منا جميعاً الاحتكام إلى روح التوافق والعمل الجماعي والفهم المتبادل واعتماد المقاربات المشتركة. ولتحقيق ذلك سوف نعمل بلا كلل مع الزملاء الأعزاء نواب الرئيس ورؤساء اللجان. سنعمل كفريق واحد لإدارة الحوارات المعمقة حول مختلف المقترحات والآراء، وصولاً إلى المقاربات التي تأخذ في الاعتبار حاجات الأطراف جميعاً. وأنا من ناحيتي سأكون على الدوام في خدمتكم، وأعدكم بأني لن أدخر جهداً في المساعدة في تذليل أي عقبة، وسيكون بابي مفتوحاً مثلما هو عقلي منفتح على مناقشة أي أمر في هذا السياق. لكننا ندرك أن تحويل هذا التفاؤل الإيجابي، هذا التفاؤل إلى نتائج ملموسة، يحتاج إلى الدعم والمؤازرة من الجميع. نريد أن نعمل كأعضاء أسرة واحدة لبلوغ هدفها الأسمى، وهو نجاح هذا المؤتمر ولمصلحة الإنسان في كل مكان. وبصراحة هناك سبب آخر يدفعني لتشجيعكم على سرعة الإنجاز، رغبة منا أن يتسنى لكم الوقت بالاستمتاع في معالم دبي وباقي إمارات الدولة. أشكركم مرة أخرى، وأرجو لنا جميعاً التوفيق في هذا المؤتمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.